مرحبا بكم، معكم سيرين ريسبونسابل دو لا مارك فريخا كونسيبت سبيسياليزي دون لا فابريكاسيون دو موبل. على باز احنا في صفاقس، عندنا زوج معامل في صفاقس ودو شورو، واحد في صفاقس والاخر في تونس. عندنا دي بروموسيون، عندنا دي باك دو مارياج، عندنا دي روميز الون جوسكا 25% و 30%، دي روميز الون جوسكا 25% و 30%. عندنا لو شوا في لي سالون، عندنا لو شوا في لي سيجور، عندنا شوا في البيوت نو لي سالا مونجي. مرحبا بكم. مرحبا بكم جوهرة اف ام، ومرحبا بكل متابعي ومستمعي جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في. احنا اليوم في معرض الاثاث بالساحل اللي ينتظم في دورته السابعه من 17 الى 26 ماي في قصر المعارض بالساحل بمدينه الساحل المنستير. كما تعرفوا هالموعد هذا هو موعد سنوي يضم نخبه من افضل الصنايعيه في عالم الاثاث، يجيوا مره في السنه باش يعرضوا معنا الابتكارات نتاعهم جديده والتصاميم جديده، ويتواصلوا مع الزائرين من عامه الناس والا من المهنيين والتجار. عاملين بالمناسبه هذه تخفيضات ترويجيه مهمه، الغايه منها هي التعريف بابتكاراتهم الجديده، ابدعوا فيها مستوى عالي معنا من الابتكار، يضاهي المنتوجات الاجنبيه. لاحظنا كونه فما يعني اعجاب الناس بالاثاث المعروض، خاصه الاجنحه، معنا اجنحه مشخصه في مستوى عالي، تصاميم هندسية متميزة. المعرض يتواصل حتى ل 26 ماي وهو مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. اغتنموا الفرصة هذه، نقولوا للناس المستمعين اللي حاجتهم بالأثاث، اللي يحبوا يطلعوا معناها على مستوى الجودة اللي يبلغها قطاع الأثاث، يغتنموا الفرصة هذه لزيارة معرض الأثاث بالساحل بقصر المعارض بالساحل، لأنه ما فماش مناسبة أخرى يعني اللي مشوف يعني أن إيشانتيون ريبريزونتاتيف نتاع القطاع الاثاث، باعتبار ان معرض الاثاث بالساحل اليوم اصبح قيمه ثابته في المشهد الاقتصادي الوطني بما يضم معناها ويشتمل عليه من ابتكارات وابداعات، وللمستوى العالي للمشاركين اللي يشاركوا فيه. مرحبا بكم مره اخرى، والدعوه موجهه لكم، اغتنموا الفرصه هذه اللي تتواصل حتى يوم الاحد 26 ماي. TV.